انظروا هذا اولا قريب جدا لخامنئي مرشد الثورة ثم أصيب هذا يقول أنا عابد الحيدر وطبعا هذا بين الثقافة الشيعية عادي جدا وهم عباد علي وليسوا عباد الله تعالى حقا وثم أصيب بسرطان في الحنجرة ومات ولكن انظروا ماذا يقول يقول أنا عابد حيدر رفع الصوت أنت طريقك طريق المستقيم نعم. أمك زهراء رحمن الرحيم زينب مالك يوم الدين إن لم يكن هذا عبادة البشر وخروج من الملة باتفاق الأمة فما هي الكفر إذن فما هو الكفر إذن زينب مالك يوم الدين هذه هي أساس التشيع في رأس الحديث الذي يخفيها علماء الشيعة من عامة الشيعة أو من عامة المسلمين أما في حسينياتهم يقولون ذلك زينب مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين يا زينب مهدي مالك الأرض هذه كل نهب صفات الله تعالى وإلباسها للأموات الذين لا خبر لهم من الدنيا لا محمد إلا علي لا إله إلا زهراء هل رأيتم عالما شيعيا واحدا مرجعا شيعيا واحدا استنكر هذا كما يستنكرون لعلماء السنة ليلا ونهارا لا إله إلا زهراء إن لم يكن هذا كفر ما هو الكفر هذا هو ذنب الوهابية هذا هو ذنب السنة لأنهم يحملون عقيدة التوحيد يحملون يرشدون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد لكن من خلال هذه الطرهات وخلال هذه الكفريات يوقدون النار بين المسلمين يفرقون المسلمين ثم يفرقون جيوب الشيعة يا حيدر أنت خالق الأرض والسماء هؤلاء عباد علي والعلي بريء منهم ومن أمثالهم وما عندنا ملجأ إلا أنت يا علي ما عندنا غاز ونستغيث به إلا أنت يا علي ما عندنا كهف نلتجئ له إلا أنت يا علي لا تخيب عبيدك اللي جايينك لا ترد عبيدك يا علي وهذه الأفكار الرائجة في الحوزة في الحوزات في قم وفي نجف وهذا الذي يجعلهم أن يكونون أداة لكل مستعمر غازي أنت الرازق كل ما سواك يا حيدر يا حيدر أنت عبد الله وأنت الله إن لم يكن هذا هل في نهج البلاغ يوجد كلمة واحدة من هذا؟ هل هؤلاء الشيعة؟ هؤلاء الزنادقة باطنية ليس لهم دين ولذا في الدولة الفاطمية كان يصب فيها الأنبياء علنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولذا يا شيعة العالم استيقظوا في استيقاظكم هدم لهؤلاء ونجاة لكم ويا سنة العالم استيقظوا وإلا ستكونون على محب الريح
هیدر خالق ارض و سمایی، هیدر هیدر روزی ده ما سبایی، هیدر هیدر عبد خدا و خدایی، خدایی خدایی. یا فهد و حسرات الحال مستقیم در از زهرا رحمان است و رحیم مالک یوم دینه زینب تو مالک یوم دینه یاکن عباد و ایاکن از تنگ یاکن عباد ایاکن از تنگ بحثایی که حسین اللهی و لا اله الا فاطمی نیست و الا عقیده هیچ کدوم از ما ها اینجوری نیست. از ته دلم میگم آقا، از ته وجودم میگم آی مرد، من اربابم حسین، از ته وجودم میگم آی مرد، من سگ رو بگم